اي انا في رأي ان اللقاء الاخير تقصد الاجماع بين رئيس الحكومه والامين العام للاتحاد عام الشغل السيد نور الدين الطبوبي. بالحق انا اعتبرته لقاء روتيني، وعنا تعرف في البلاد في القصيم عاش في جندوبه عندكم ولا لا سي امين نقول تطير منام تطير منام، لكن الحلول والاتفاقات والهوة كبيرة، باش ما نقولش القطيعة، الهوة بين الطرفين كبيرة وكبيرة برشا. ثم حاشين مختلفين على بعضهم. التوانسة اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل حبينا ولا كرهنا اليوم أصبح طرف، هو طرف الرئيسي وال بين ظفرين المهيمن في المشهد السياسي والاجتماعي أيضا. في ظل هذا، في ظل ضعف الحكومة، في ظل ضعف الأحزاب الحاكمة بما فيها الأحزاب التي تساند حكومة يوسف الشاهد، وبالتالي يبدو أنه الحل أنه الناس أظن تلقى كومبرومي مع بعضهم. هنا نقول الاتحاد الشغل كلمة واحدة، الاتحاد الشغل الحكومة انقدناها وعطيناها بايها وقلنا فيها كل شيء، لكن حتى اتحاد الشغل رأوا مش فوق النقد. لابد أنا هنا أقول للنقابين لابد من مراجعة العمل النقابي في روحه. مش معنى اليوم نعمل خطوط حمراء مثلا، مربي أنا نجي الملف مهم جدا أمين هو التفويت ولا الخوصصة في المؤسسات العمومية، مؤسسات ثم مؤسسات عمومية الحقيقة وصلت إلى درجة الحل فيها هو أن تتبع أن تخوص حتى نلقاها أصلا شاري. وهنا بربي تعرف أمين يقول لك حاجة توضحك، اتحاد شغل ضد الخوصة، تعرف الاتحاد الشغل بيع ممتلكاته، أو شو نقول لك اتحاد شغل كان عنده نزل أميكار بحذاء لاصق في خسر كارتاج وين يسكن زي البيجي بيعه، كان عنده شريك تأمين بيعه، كان عنده عديد ممتلكات بيعه، بناء بنية ضخمة في مقر في حي الخضرة وما مشالهاش وكراها. يا عاد يا اخوي انت تبيع وانا ما نبيعش، تيما وشوية يحترموا ذكانا يا نور الدين طبوبي ورفاقه. معناتها العمل النقابي في حاجة إلى مراجعة وإلى تطوير الآليات وللتلائم مع الوضع الاقتصادي الوطني والدولي. We'll be right back.